حنا سمعنا، سمعت انا يلا 21 يوم هذه ولا هكا اللي سمعت، وسمعنا هذه قال لك تقتل العيالات تقطع البزازل والله اعلم، حنا ما شفنا شيء، الاخبار راه سمعناه والله اعلم، ما درنا والو، اش بغينا نديرو؟ ما عندنا ما نديرو، حنا الدراوش حنا تنخافوا ملي تيخرج واحد تيخاف صافي، ما تلينا تنخرجوا بزاف ما قديناش نخرجوا ولا ندوروا ولا، لا ما تاكتش انا بعدا ما تاكتش، راه سمعنا غير سمعنا وصافي، سمعنا وشفنا شي في لوديات ديال التليفونات والله اعلم، الله اعلم، حنا غير سمعنا، واش شفت انا بعيني ما شفت انا بعيني ما نكذبش عليك، الله اعلم. ما درنا حتى حاجه تنخافوا تيقولوا صافي هادشي اللي كاين، وتيقولوا واحد تيقتل بنادم تيقطع البزازل هادشي اللي في روجنا. لا تنخرجوا ما نقدر الله كي اللي كاينه تنخرجوا. ما خايفينش؟ خايفين من الله. خايفين من الله. سمعنا بالله كاين واحد كيقطع البزازل كيقتل هادي، ولا الا كان معك شي حد كتخرجي ما كانش تخافي غادي خايفه. لا ما تنخاف. لا كنخاف، ولكن انت بوحدك غادي بوحدك كتخاف. انا هاد الخبر الدوله قايمه بالواجب، السلطه قايمه بالواجب ديالها، وحنا ما مقلقينش من جهته. حتى حنا المواطنين تنتعاونوا مع السلطه باش الا كان شي حاجه شنا شي حاجه وشي واحد ماشي من ذاك النوع كنعلموا السلطه نعلموا البوليس، البوليس قايمين بالعمل، القوه المساعده قايمه بالعمل، الحمد لله ما خايفينش منه، ماشي زعما كيسمعوا راه واحد السيد مشوش، راه غير كيتشوشوا المواطنين هكاك، هما السلطه راه قايمه بالعمل، ما خايفينش منه نعمس، الاحتياطات الناس رادين البال ولا شافوا شي واحد شافوه تيعلموا البوليس. البوليس كاينين موالين المطار، كاينين موالين الطوموبيلات، البوليس السيفيل ما مخليينش من جهدهم، وتا حنا الحمد لله قايمين بالعمل، لا بان لينا راه نعلموا به، لا عيالات ولا رجاله ولا ما خايفينش منه، غادي نعرفوا انني هو غادي يكون خارج على المواطنين معروف، ويكون كما كيقولوا الناس لا شتي شي واحد عنده شي شاقور ولا لابس شي لبسه ماشي من هكاك ولا ماشي من الدرب. إلا كان ماشي من الدرب راه غنعرفوه ماشي من الدرب ديالنا، كان ماشي من المدينة راه نعرفوه حتى ماشي من المدينة، جاي من جهة أخرى نبلغوا به السلطة، ما نخافوش منه، واحد ما يخوفناش نعمس، حنا البوليس كاينين والمخزن كاين في البلاد، ما خايفينش منه، هذاك الشيء على المواطنين تيتقلقوا هكاك، وما راه السلطة قايمة بالعمل. سمعنا هاد الهضرة هادي تجينا من هاد جيم جيت ولاد علي، لأن قال لك كاين شي واحد مول الشاقور راه تيشد العيالات وتيضربهم وتيقطع عليهم بزازلهم وتيصوتهم دق بالشاقور، وراه هادشي الفيديوهات راهم تيتلاحوا في الفيديوهات دايما، والحطيات الناس راه داخله الرعب في هاد البلد ملي تيشوفوا هذاك الشيء يسمعوا بهاد الهضره هادي راه داخلهم الرعب، عيالات ولاو خايفين، وتنوجه المواطنين ما يخافوش من هادشي، باش تبغى يخافوا من الشيء داخلهم الرعب وداخلهم سميتو، ما خصهمش يخافوا كاع من الشيء، انا لا كانت هاي اشاعات راه كل مره لا يحينوا ما تنسمعوا كلام في الفيديو، وراه هذا هو ولا كان جات شي صحيح راه كارثه. انا على ما اظن هاد السفاح بوشاقور راه اشاعات وصافي، ما كايناش شي حاجه حقيقيه، وما عمرني شفت شي حاجه هكا مباشره بان كاين اللي كيقولوا كمثلا كيشد العيالات وتيضربهم وتيقتلهم وتحيد لهم الاخر ديالو كتحيد لهم الصدر ديالهم، فهمتي هذا الشيء اللي انا ما عمرني في حياتي سمعت شي حاجه اللي هي بصح بان فري كاين هذا الشيء، سمعتها بان الناس كيدونوها بعضياتهم بان راه بوشاقور كاين وكذا، وحنا ما شفناش شي حاجه بعينينا، ده ضروري من الاحتياطات، ولكن ملي كتسمع شي اشاعه ضروري بنادم يرتبك شويه ديال الخوف وكذا ويدير احتياطات راسو، بان لا احتياطات دراسي بان غير كتوصل لوقيته بان غتوصل الماكسيموم، الناس اللي داخله ديورهم وكذا ضروري من طبيعه الحال حنا ندخلوا ديورنا ضروري ندخل بكري، ما 11 ندخل بحالي صافي هادشي اللي ماشي ضروري بنادم يدير ماشي الخوف ضروري دير احتياط، فهمتي هادشي اللي كاين، وزعما الا كان زعما الا كان هذا الشيء فري ضروري راك عارف كاينين رجال ديال الامن كاينه السلطه كاينه ضروري بنادم ماشي راه الحمد لله راه بلاد مامنه وكاين الامن في البلاد، هذاك الشيء اللي كاين ماشي كي كيقولوا في السفاح ثاني كاين هو قالوا كاين بني ملال، فهمتي قالوا كاين بني ملال، قال لك انا بسمعت قال لك شي جوج ضحيات كانوا في هنا في بني ملال ضربوا باش بسمعت، وفي قال لك ثاني في نواحي 16 قالك كان السفاح ثاني في نواحي 16 مشى ل 16 وهادشي اللي باش سمعت انا هادشي اللي قالوا لي ما الاحتياطات لا والو، فهمتي
ما خفت ما والو اختي، انا كنخاف من حتى انا عندنا خواتاتنا عندنا امهاتنا حنا كنخافوا عليهم فهمتي، كنتمنى من السلطه الامنيه تاخذ القرار ديالها باش تلقط هذا السفاح، تلقط هذا السفاح حتى هو فهمتي. سمعت هذه الاشاعه هذه تقريبا شي شهر دابا، ولكن تيبان لي انا هذه الاشاعات يعني كاذبه ماشي ما حقيقياش، على حسب باش العيالات يقصوا في ديونهم حقاش حاليا ما شفنا حتى شي شي حد مات او لا شي حد وقع عليه هذا المشكل ولا في الساكنه ديال بني ملال وفي النواحي، تيهضروا الناس ولكن ما كايناش شي حاجه نيت كغاف، ايه هضره ما كاينش الخوف. حنا الحمد لله خدامين دابا في قاعه برج الحمام بني ملال، شادين محاجير شادين عراسات اخرين اللي خارجين على القاعات، يعني ما كاينش شي تخوف. وكنمشيو كنتنقلوا بالليل، كنمشيو مع الفجر، نمشيو مع 3 الصباح، نمشيو مع 4، كنمشيو لديورنا يعني على رجلينا، ماشي بالضروره ناخذوا طاكسيات، يعني عادي ما كاين حتى شي تخوف، ما كاين حتى شي ضرر ولا شي حاجه، يعني حاليا كنحسوا بالامن. اش غنقول لك، الرساله ديالي هي كنقول للعيالات بلا ما يخافوا، الحمد لله راه بني ملال يعني مدينه اللي هي المهم الحمد لله الامن قايم بالواجب ديالو، والحمد لله الامن داير بمحيط بني ملال كامله، وما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا بوشاقور لا هادي لا هاديك، هادشي كامل غير اشاعات.